نبدأ بالمكونات. كيلو طحين، لتر ماء، ملح، كمية من الملح، كمية من السكر، فنجان صغير من الزيت الأبيض، وقرص من الخمرة. بظل عندنا حبة البركة، هي الحبة السوداء، يعني اختياري اللي بحب. راح تبدأ العملية، نضع كمية من السكر وبقدر ملعقة على الخمرة مثل ما انتم شايفين، ونضيف شوية مي مشان نذوب قرص الخمرة. نضع ملعقة ملح، ملعقة كبيرة، على الطحين. وأيضا نضيف حبة البركة، الحبة السوداء، أو بعض الناس يسموها قزحة، على الطحين. طبعا الطحين عندنا أبيض، طحين زيرو يتفضل، يعني نضيف لتر ماء على الطحين ومو بتبلش عملية العجن بهالطريقة هاي. نضيف الخمرة على العجينة، الخمرة طبعا حليناها بماء وبسكر، نضيفها على العجينة ونعجن الكل سوا بهالطريقة هاي. وراح نضيف الزيت، يعني فوائد الزيت بيطري العجينة ويعني بجمعها سوا، بضل مع بعض متماسكة وبتكون طرية مشان عملية الخبز. العجينة صارت جاهزة تقريبا، راح نغطيها ونتركها ساعة تتخمر وبنرجع بنكمل. خلوكم معنا.
وهنا ننوه بأن الخبز استوى على نار هادئة، هذا الفرن يعمل على الكهرباء. صراحة الخبز الحوراني يحتاج إلى نار قوية لينضج بسرعة، لذلك هنا نضج على نار هادئة وأصبح قاسي بعض الشيء. يعني ملاحظة يعني يجب أن ننتبه إليها، يجب أن يكون الغاز يعطي نار قوية، يفضل يكون فرن مختص بالخبز أو أنه يعني بيشتغل على الغاز أفضل من الكهرباء. هاي ملاحظة يعني نحب ننوه إليها.